رئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، رمضان كريم. السؤال ديالي سيد الوزير كما جاء في السيد الرئيس هو حول تحسين وضعية الخدمات الصحية بمراكز علاج الأمراض النفسية. شكرا. شكرا السيدة المستشارة المحترمة. كلمة السيد الوزير. الرئيس، شكرا السيدة المستشارة المحترمة. فخطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال الصحة النفسية تتغي تحقيق الأهداف الآتية. الهدف العام ديال هذه الخطة هو تعزيز الصحة النفسية والوقائية وعلاج الاضطرابات النفسية وتلك المرتبطة باستعمال المخدرات أكثر، إعادة تأهيل الأشخاص المصابين بها وتحسين وظائفهم الاجتماعية وحماية حقوقهم الأساسية. هذه الأهداف كلها محددة في تعزيز الصحة العقلية والوقائية من الاضطرابات العقلية خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، كذلك تعزيز القدرة السريرية الإجمالية للصحة النفسية وتعزيز الموارد البشرية، تحسين الولوج للخدمات وإتاحة الأدوية النفسية والولوج لهذه المؤسسات الصحية، كذلك ترشيد الحكامة وتحسين جودة المعلومات ومحاربة وصم الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية. فالعرض الصحي اليوم في المجال ديال الصحة النفسية في المغرب، عندنا المؤسسات الصحة النفسية والتي تحتوي على حاليا على طاقة سريرية تقدر ب 2330 سرير، بما هو معدل ديال 6.64 سرير لكل 100 ألف نسمة. كذلك الموارد البشرية، فالمغرب كيتوفر على 343 طبيب نفساني بالقطاع العام والخاص، أي أقل من طبيب نفساني لكل 100 ألف نسمة سميتو الوغ كو المعدل العالمي وهو 1.7 لكل 100 ألف نسمة. فشنو هي التدابير المعتمدة لتصدي لهذا الخصاص في الموارد البشرية؟ أولا التكوين الأساسي في التخصصات الصحية النفسية، غيتكونوا 10 ديال الأطباء النفسيين متخصصين الأطفال هذه السنة، وغادي سنويا غيبداو يخرجوا 10. تكوين 185 ممرض متخصص في الطب النفسي في السنة، تكوين 30 طبيب نفسي في السنة، تعزيز قدرات المهنيين الصحيين عبر التكوين المستمر في الصحة النفسية للعاملين في مجال الصحة العقلية. وكذلك الوزارة كتعمل حاليا بدعم المنظمة العالمية للصحة على سد الفجوة في مجال الصحة العقلية والعمل على ملائمة الإطار القانوني لمهنات الأخصائي في الصحة النفسية. ومن جهة أخرى كاين كذلك تقوم الوزارة بدعم المنظمة العالمية للصحة بتقييم شامل لمنظومة الصحة العقلية، وذلك أفق بلورة واحد الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية 2024-2030. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب الفريق المحترم أستاذة تفضلي. السيد الوزير، على هذه المعطيات المسابة اللي عطيتينا في هذا الموضوع، غير هي أننا في هذا الموضوع يمكننا نقول أن وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة على الوزارة ديالكم يعاني الملايين من المغاربة من الأمراض النفسية مقابل واحد الكلفة باهظة اللي كتطلبها المتابعة لدى طبيب نفساني، وكنقول هنا في القطاع الخاص لأن كاين واحد الخصاص كما جاء في الكلمة ديالكم، يعني خصاص كبير في القطاع العام. فالتقارير الرسمية الصادرة على الوزارة ديالكم كتقول بأن 40% من المغاربة الذين تفوق أعمارهم 15 عام يعانون من أمراض نفسية وعقلية، أي قرابة 9.6 ملايين مغربي من أصل 24 مليون هو تعداد هذه الفئات العمرية بحسب نتائج الإحصاء السكاني العام. 26% منهم كيعانون من الاكتئاب، 9% من اضطرابات القلق، و5% يعانون من اضطرابات ذهنية، و1% من انفصام سكيزوفرينيا. ويعزى انتشار الأمراض النفسية، هذه الاضطرابات النفسية، إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أو الصعبة التي يعيشها المواطن، وهي اضطرابات تبدأ على شكل توتر وقلق وتصل في بعض الحالات إلى اكتئاب وإلى اضطرابات نفسية أخرى. بالتالي فإنه رغم هذه الأرقام المقلقة فإن العرض الطبي في المغرب لا يتلائم مع حجم انتشار الأمراض النفسية والعقلية. أيضا هناك نقص حاد مسجل في البنية التحتية وعدد الأطباء النفسيين خاصة في القطاع العام رغم الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية. السيد الوزير، العلاج مكلف جدا بالنسبة لدى يعني لدى اللجوء الى الطبيب النفسي، وكنا كنقولوا خصوصا الطبيب الخاص بالنظر الى جلساته الطويله، اذ لا يقتصر على الادويه وانما يستلزم جلسات استماع واستشاره ودعم نفسي لا تتوفر الا في القطاع الخاص وثمنها مرتفع وبعيد عن متناول عامه المغاربه. نخلص للقول اننا في هذا الباب كنسجل عزا في قطاع الصحه النفسيه ببلادنا، حيث يوجد حاليا 306 طبيب نفسي في القطاع العام والخاص، 2555 سرير فقط مخصص للصحه النفسيه موزعه على 34 مؤسسه لتقديم العلاجات في الطب النفسي والادمان بمعدل 0.7 سرير لكل 100 ألف نسمة، بينما المعيار العالمي كما ورد في كلمتكم هو سرير واحد لكل 100 ألف نسمة. مع تسجيلنا، وهذا بيت القصد، يعني القصد هو التوزيع الجهوي غير العادل، يعني غياب العدالة المجالية في توزيع هذه الموارد، حيث يستحوذ محور الدار البيضاء لواحد القنيطرة على حصة الأسد مع 60% للدار البيضاء وحدها. على مستوى جهة طنجة تطوال الحسيمة سيد الوزير، هنالك تمركز للأطباء النفسانيين بمدينة طنجة وحدها فيها 13 طبيب، وغياب الأطباء بالمدن الأخرى بالجهة من ضمنها إقليم وزان وشفشاون، حيث عندنا طبيب مثلا في إقليم وزان عندنا طبيب واحد كيجي كل مرتين في الأسبوع، مع اليوم هو اليوم يعني يغادر قريبا سيغادر هذا الطبيب النفساني. كذلك لنا واحد يعني هناك الإدمان، هنالك ظواهر نفسية، أمراض نفسية كثيرة دابا الآن في الإقليم، وواحد الحالات كتوصل بنا لدرجة أننا كناخذوا كيكون حالة عنف، كتكون أحيانا في العالم القروي حالة العنف، الشخص مكبل، الأسرة ديالو في حالة. شكرا شكرا السيدة الرئيسة، انتهى الوقت. أمبيلونس ولا نجد أين نضع هذا. لذلك السيد الوزير كنتمنى أن يكون واحد المجهود من قبل الوزارة ديالكم. كذلك كلمة واحدة هو أن الأدوية 90 مليون درهم المخصصة للأدوية في الأمراض النفسية غير كافية، حيث مع غياب الأدوية من الجيل الجديد. وشكرا. شكرا السيد الوزير، تفضلوا للرد على التعقيب.
شكرا سيد رئيس. السيده المستشاره المحترمه، انا بغيت نقول لك المشترك بان الحكومه كذلك تشتغل على هذا الملف هذا في انتظار ان نخرجوا بهذاك القانون ديال الصحه العقليه ونعاود نشوفوه من جديد. ولكن من هنا ل 2026 غادي تحدثوا عده مراكز استشفائيه ديال الصحه العقليه. عندنا مستشفيات ديال 120 ساري في قنيطره، فاس، اكادير، بني ملال، القلعه، وبرشيد 300 ساري. كذلك في طور الانجاز كاين مصالح ديال الطب النفسي في قلميم، في قصر الكبير، في الدخله، في خريبكه، وجوج مبرمجين في ميدلت وفي ازيله. شكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. نمر الى السؤال الرابع.